انا متاكد وعلى يقين انك بخبي بلاوي. ده معنى كده ان مفيش حاجه اتغيرت في البلد خالص. ايه اللي خلاك ترجع بس دلوقتي؟ ما تعرفش انا تعبت وشقيت وطلع عيني قد ايه. محفوظ النبات يا باشا، تعدى كود الخطوط الحمراء. يا راجل ده الراجل بين الحياه والموت بعد ما شحنته كهربا لحد ما تهيص. هيص بيني وبين بعضنا ود وصداقه قديمه سنين في زلزال مكشوفه تعذيب وبلد وكهرباء وراجع مصر عشان ينقل ابني. فين الحكومه؟ فين من ده كله؟ ولا اللي الناس مختارينهم عشان يمثلوهم في مجلس الشعب ويتكلموا الحكومه باسمهم راحوا فين؟ انت سبت مصر ليه؟ وايه اللي رجعك دلوقتي بالذات؟ الحكايه كلها ابتدت بمراحل. خلاص خلاص طبختوها سوا وانتهى عشان تطلعوا بالحكايه. لو سيادتك شايف انك ممكن تمسك حاجه امسكها. مسلسل باب الخل في رمضان على CBC.